السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد فصل جديد في القصة، وهو الفصل 16 بعنوان معركة المصير. احنا خدنا في الفصل 12 ان عقبة اتجه الى مدينة الذئب، واستخلف زهير ابن قيس على مدينة القيروان ومعه 5000 من الجند. في الوقت اللي اتجه فيه عقبة الى مدينة الذئب وكانت على بعد اميال منه، اهل ادنى عرفوا بقدوم جيش عقبة. أهل أدنى، أدنى دي عاصمة الذئب، فقرروا إن هم يدافعوا عن مدينتهم لآخر جندي. طب عملوا إيه؟ احتشدوا واتجمعوا خارج أدنى. طيب جمعوا في مكان اسمه وادي سهر، كان عددهم بعشرات الآلاف. هم عارفين مدى خطورة المعركة دي، فعملوا إيه؟ قالوا إما هنسأر من المسلمين وهنقضي عليهم، أو هتضيع المنطقة من أيدينا إلى الأبد. كان تصورهم خطير وبالغ للمعركة دي، فحشدوا معظم رجالهم، بالإضافة إن هم عملوا جيش من النساء عشان يشجع الرجال على محاربة المسلمين ويشد من عزائم الرجال في الوقت الصعب. في الوقت ده عقبة كان عارف مدى خطورة المعركة دي، وإنها هتحدد مستقبل جهاد المسلمين في المنطقة، فألقى في المجاهدين وفي الجنود كلمة تحثهم على الجهاد. قال لهم إن ربنا نصر المسلمين ببدر رغم إن كان عددهم وعتادهم قليل، وهزم المشركين رغم إن هم كانوا بيفوقوا المسلمين عددا وعدة. طيب كما وبرضو ربنا نصر المسلمين في معركة اليرموك، وبرضو كان جيش المسلمين ضئيل لو قورن بجيش الأعداء. فقال لهم اصبروا وما تخافوش من كثرة عدد الأعداء، عدد عدوكم، وإن احنا إن هم جم الأرض دي وهم لا يزيدوا عشرات من الرجال، وخاضوا عشرات من المعارك أمام العدو، ومع ذلك كتب الله لهم النصر وأنزل الهزيمة بالأعداء، وقدروا بجيشهم ده إن هو يهز البلاط البيزنطي. الكلمات دي أثرت في مشاعر المسلمين، فخلاهم يعني يمسكوا أسلحتهم وانطلقوا وراء القائد إلى مدينة أدنى. في الوقت ده كان الروم والبربر معسكرين على بعد أميال من المدينة منتظرين قدوم الجيش الإسلامي، وكلهم إصرار وعزيمة على محاربة طبعا الجيش، وإن هم هيدخلوا معركة عنيفة، وإن هم هيدافعوا عن مدينتهم لآخر جندي عندهم. في الوقت ده لمحوا غبار الجيش الإسلامي مالي السماء، وبريق الأسلحة نفس الكلام منورة مضيئة في السماء، فدب الخوف والرعب في قلوب الجنود، وافتكروا ما جرى للروم والبربر على أيدي المسلمين، فثقتهم في نفسهم اتهزت وحماسهم بدأ يقل. فالضباط أدركوا أن جنودهم أصابهم الفزع والرعب من المسلمين، ففريق من فريق من الضباط الضباط أدنى أمر النساء جيش النساء ان هم ينادوا في الجنود بالتحفيز. فضلوا يكرروا صيحات التشجيع بكلمات مثل يا جنودنا يا رجالنا يا حماتنا، دافعوا عن ارضكم عن عرضكم عن ارضكم عن اموالكم، لا تكونوا لقمة سائغة لقمة سهلة للمسلمين. فضلوا يشجعوا جنودهم بالكلام ده علشان يعني ايه يشيلوا الفزع والرعب اللي دب في قلوبهم. في الوقت ده التحم الجيشين في القتال وفي المعركة، وأظهر عقبة في المعركة دي البسالة والجراءة، خلى قلوب أعدائهم يدب فيها الرعب، بالإضافة إن المجاهدون المسلمون أظهروا مهاراتهم الحربية، فجعلت الأعداء يفروا هاربين إلى مدينتهم بتشيحهم صرخات النساء. في الوقت ده غنم عقبة وجيشه مغانم كثيرة
وأنهى مقاومة البيزنطيين تماما، واطمأن قلبه إن هو هيقدر يفتح البلاد الواقعة في الطريق حتى طنجة، وإن الأمر هيصبح سهل وميسور بالنسبة له. فأمر عقبة جنوده إن هما ياخدوا قسط من الرحم. القسط من الراحة بالنسبة لعقبة مش أسبوع، مش يوم، مش شهر، لا، ده الراحة بالنسبة له هي مجرد بس هيأدوا صلاة الشكر لله على نعمة النصر، هي دي الراحة بالنسبة له بالنسبة لعقبة. طيب هناخد دلوقتي السؤال والجواب على الفصل. ماذا قرر سكان أدنى عندما علموا بزحف عقبة؟ قرروا ان هم يدافعوا عن مدينتهم لآخر جندي منهم. طب استعدوا سكان أدنى ازاي لملاقاة عقبة؟ قلنا احتشدوا، اتجمعوا خارج المدينة في مكان يسمى وادي سهر، وكان عددهم بعشرات الآلاف، وقسموا بعضهم لكتائب، وخلوا أفضل الضباط هم على رؤساء على الكتائب، كمان عملوا جيش من النساء علشان يشجع الرجال. كان تصور سكان أدنى وعقبة للمعركة التي تتقع بينهما تصورا بالغا. ليه حاسين ان المعركة كانت خطيرة سواء سكان أدنى او عقبة؟ سكان أدنى كان حاسينها خطيرة لانهم كانوا يعلمون خطورة المعركة، اما ان يسأروا من المسلمين او هتضيع منهم المنطقة. طب عقبة؟ لانه كان يعلم ان المعركة دي هتحدد مستقبل جهاد المسلمين في المنطقة. طب عقبة حمس جنوده وجيشه للقاء العدو ازاي؟ قال لهم ان الله نصر المسلمين في معارك عدة، طبعا اللي هي بدر واليرموك، وكان المسلمين فيها اقل من المشركين عددا وعدة، وطلب منهم ان يصبروا والا ترهبهم كثرة عدوه. لماذا اهتزت ثقة الروم والبربر في انفسهم؟ ليه اهتزت عندما لمحوا مين؟ غبار جيش المسلمين من بعيد، ورأوا بريق الأسلحة يتوهج في الفضاء، فتذكروا ما جرى على أيدي المسلمين للبربر والروم. طيب ماذا فعل الضباط لإعادة ثقة الجنود بأنفسهم؟ الضباط عملوا إيه لما حسوا جنودهم خافوا من المسلمين؟ فريق منهم راح للنساء وأمرهم إن هم يحفزوا الرجال على القتال. كان لنساء الأعداء دورا في المعركة التي وقعت بينهم وبين المسلمين، وضح ذلك. تعالت صيحات التشجيع، إن هم فضلوا يقولوا لهم يا جنودنا، يا رجالنا، يا حماتنا، دافعوا عن أرضكم وعن أموالكم، لا تكونوا لقمة سهلة للمسلمين. طيب صف المعركة التي دارت بين المسلمين وسكان أدنى مبينا دور المجاهدين المسلمين في حسمها. طيب هنوصف المعركة اللي دارت بين المسلمين وسكان أدنى وهنبين دور المجاهدين في حسمها. طيب احنا قلنا ان الجيشين التحموا، وعقب اظهر الجراءة والبسالة في خلع قلوب الاعداء، بالاضافة ان المجاهدين اظهروا مهاراتهم الحربية حتى فر الاعداء هاربين الى مدينتهم. طب ايه النتائج اللي ترتبت على معركة المصير؟ حصل ايه؟ طبعا احنا قلنا ان هما اهل ادنى فروا الى مدينتهم، وغنم عقبة وجيشه من هذه المعركة مغانم كثيرة، وانهى مقاومة البيزنطيين، واطمأن قلبه ان فتح البلاد بعد كده هتبقى امر سهل وميسور. طب ماذا طلب عقبة من جيشه بعد معركة المصير؟ طلب منه ان هما يأخذوا قسطا من الراحة. ليه؟ حتى يستطيعوا استئناف السير إلى طنجة. طب إيه الدروس اللي احنا ممكن نستفيدها من الفصل ده؟ إن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني لما عقبة أمر جنوده إن هم ما يخافوش من كثرة عدد عدوهم، لأن المسلمين هزموا الأعداء في معارك كثيرة وكان عددهم قليل، زي ذكر معركتين زي غزوة بدر وغزوة اليرموك. شجاعة القائد في المعركة من أهم عوامل النصر. القائد ما دام شجاع هيخلي كل جنوده شجعان زيه، هو اللي بيحسهم وبيحمسهم.
ضرورة الأخذ بالأسباب لتحقيق النصر. شكر الله على النعمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.